أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعلمون كما تعلمون، وكان الله عليما حكيما. لتحكم بين الناس،
ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. صدق الله.